غزالة صباح الخير صباح النور كصبحتوا كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وانا نقصكم بخير وانتم راح تشوفوا هذا الفيديو راني تحمرت كلشي هادشي كامل شوفوا كي تحمرت عرفتوا شنو هنا لا بواترين ديال ويدي تقولوا جوج الناس مختلفين الحليب والقهوه. المهم الغزالة ديالي هذا النهار هذا الروتين غادي نمشي نقد اموري كامله ولكن اول حاجه بديت بالماسك ديال العكر الفاسي الوجه حيت شفت عندي شي شويه ديال الحبيبات باش نقوم شي شويه الوغ هذا من عند كوين بيوتي 100% بيو فيه توب كاليتي ديال المنتوجات اللي مستخدمه البرودويه ديالها غير هو الناس اللي عندهم الحساسيه ما يصلح لهمش انا براسي عندي الحساسيه الوغ انا شنو كندير له غير كنديرو في وجهي كنخليه 3 4 ديال الدقائق ما كنفوتاش ما كنخليهمش ديك 20 دقيقه حيت سينو كيعمل لي الحساسيه كنعملو بحال القماش كنفركو كترجع لي البشره ديالي كطيح وميم طون كتولي بحال لي ورديه الوغ الناس اللي عندهم ديك المرض الورديه ديك الغوزاص اللي كيحسوا بوجهم ولا حمار حمار هادوك ما يصلح لهمش وكذلك الناس اللي عندهم البشره حساسه هادوك يمشيو بليطون المنتوج ديال النيلا ولا ديال لاسبيريولين ديال كوين بيوتي بيان سور ما عندي علاقه بمنتوجات اخرين حيت ما مجرباهمش انا كنبارطاجي داكشي اللي كنجربو حيت ما نقدرش نقول شي حاجه ونتحمل مسؤوليتها ماشي كنخاف قانونيا ولكن كنخاف من الله سبحانه وتعالى لان ما كاين محلى ما كاين ما اقوى من العداله الالهيه داكشي علاش كنبارطاجي الحاجه اللي متمكنه منها واللي متاكده منها ماشي منتوجات وحده اخرين. فوالا الزوينه ديالي دابا غادي نمشي اختي نفرك الوجهيه ديالي ونخليكم معايا صباحكم مبروك. حيت ماسك شنو ماما سان كري مون كور Allez, tout le monde vient manger. D'abord, on y va manger. On y va manger? Oui, maintenant. Yeah, j'arrive. C'est quoi c'est le qui nous jette les nafthors? Moi, je suis allé voir la machine tour. La machine à dire que je suis allé. Oui, elle était hier que tu jettes les nafthors. Je ne connais pas où elle est. Quand nous avons découvert. Yeah. Bravo, Dida. Je connais que je jette les nafthors. Moi. Bravo. Fais la table, Dida. Et voilà, bismillah. Alors, on prend du lait chaud. Moi, je prends un café quand même. Je prends un café. Attends. Vas-y, ma chérie. Oui. On arrive, maman. Je prends juste un. Tarté. Oui. Alors bisous, bisous maman, bisous. Et là-bas, je vais te faire ton pain avec Nutella. Et elle va t'asseoir. وهنا الغزالات طالعين اشقر غادي ندوزو على الرميلات وعلى اشقر كيعجبني بزاف نطلع من هاد المناطق كاع الناس اللي ماشي من طنجه ضروري يزوروا هاد المناطق ملتقى البحرين وكذلك القهوه ديال حفا حتى هي واحد القهوه اللي قديمه وعندها بزاف ديال التاريخ وكطل للبحر زوينه ما جاتش في هاد المنطقه هادي جات في الجهه ديال مرشان معروفه بزاف وحتى المدينه القديمه ما تنساوهاش والناس اللي كيعجبوهم الاحجار الكريمه عندي صديقه بزاف مولوعين بلي بيجو كيعجبهم الاحجار الكريمه ضربوا دويره في المدينه القديمه غتلقاو لو بونور ديالكم بالاثمنه زوينه ومناسبه بالصحه والراحه.
طلبنا هذا الفطور هذا في كابس بارتيل. هنا كنجي بزاف مع با وكنجي بزاف مع خي, وهذا النهار هذا قررت انا ندي البنات وياخذوا الكبار ياخذوا هذا الفطور مره ثانيه. تما رجعنا بحالاتنا البنات, هنا الهابطه ديال الاشق رغم الا كتحمقني هذه البلاصه زوينه بزاف, وهذه المنطقه عندنا غزاله ومامنه وراقيه وفيها تبارك الله الناس راقيين. وبغينا نمشيو نعومو في البلايا حيت البنات كيبغيو, ماشي حتى هما اللي كيبغيو, ديجا سيرين ما كيعجبهاش كاع اشق واخا هو بحر زوين واتلانتيك ومعروف وهذا عند الحق ديجا فيه الخاطر بزاف ديال الناس كيموتوا فيه بعد الشر عليكم فيه لي تيربولون خصوص وليدات صغار ما بنادم كبير راه كيحاول يحدي على راسو, وزيد عليها كيكون الشرق والرمل. وديك المره فاش مشينا لقينا الحجر دونك بلايا كتبقى احسن بحر. ولا بغيتوا تصدموا تصطامبو البلايا وتستافدوا منه وما تكونش الدنيا عامره, مشيو في الصباح بكري بلايا فينا بحال لابيسين, وهي لا كوت ميديتيراني هي اللي كتهود من ماربيه واسبانيا وغرناطه, راه هي لا ميم كوت كتكون الدنيا غزاله. انا في البحر جا ايفيت نصور الناس بزاف, نصور البحر بزاف حيت كيكونوا الناس وكيكونوا ملابسين شو هذاك. نحط لكم اي مقطع مي في اي بحر كنمشي راه كنحط لكم لي ستوري في انستغرام موادلا والحسيمه الريف هذوك المناطق كامله البحور هذه العظمه. فين ما مشيت كنحط لكم لي ستوري في انستغرام حيت بعض المرات كاين شي فيديوز اللي كنعجز نعملهم في يوتيوب كنحط غير انستغرام, وبعض المرات كاين اللي كنعمل مونتاج معطل. هنا مشيت هزيت كنزي قفطان وخرجنا انا وياها مشينا للكابوتشينو, خدينا ديجا بعدا بدينا بالناشط اختي انا وياها, واخا هي هاد النهار هذا ما كانتش بحال ديما, ولكن ملي جاو البنات الحمد لله فرحات ودوزات وقيتها زوينه. دونك لبست عليا دوشنا هادشي كامل, خرجت شويه انا وياها نهضروا شي شويه انا وياها, نتوما عارفين يعني بنادم كيكون محتاج شويه ديال الوقت مع بعضياتو. عاد من بعد رجعنا للدار تتحسن لها لو مورال ديالها, رجعنا للدار ناخذوا البنات ونمشيو نتعشاو جميع فطنا نتعشاو مع البنات وليو ندي لهم امبورتي باش هما يدوزوا معنا عطله. خدينا غير الكلاص في كابوتشينو طنجة عامرة 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 بلا قياس. هنا ماشي الجهة ديال المالاباطا, ماشي المالاباطا الجهة ديال المرقالة, كنعاودو الدورة. ديجا حنا وأنا وكنزي قفطان مشينا للكابوتشينو خدينا كلاص, خدينا أنا وياه أون كلاص, جلسنا شوية مع بعضياتنا. عاد رجعنا نجيبو البنات من الدار, دونك كانت الدنيا عامرة وأصلا طنجة راه عمرت بزاف والشمال كامل عمر بزاف. واللي كنعاود نقول الغريب في الأمر أنها عمرات بالناس ديال المغرب كامل, حاجة اللي زوينة واللي كتفرح واللي كتعطي كتعطي واحد البوزيتيفيتي بالنسبة للسياحة في بلادنا. يعني أوليو نمشيو نكونسوميو في دول أخرين أول شي نشوفو المغرب ديالنا من طنجة للكويرة راه فيه بزاف ما يتشاف, كاين الجبال كاين الصحراء كاين البحر كاين المناطق بحال إفران اللي فيها كيكون تلج في الشتا, كاين بزاف ديال الأماكن اللي نقدرو نزورهم في بلادنا بلا ما نبدلو البلاد. أكيد من بعد ما كندورو بلادنا كاملين زوين الإنسان يسافر كاملة, زوين الإنسان يسافر ويشوف مناطق وحدة أخرى وبلدان وحدين أخرين باش كياخد ثقافة أخرى وكيوسع الفكر ديالو وكيوسع العقل ديالو وكيكون فاهم بزاف ديال الحوايج وكيعرف بزاف ديال الحوايج, لان السفر مفيد بزاف. اول شيء في العطله كنتعلموا مهارات جدادين بحال ما شاء الله انا وليداتي هاد الصيف تعلموا العوم بامتياز, حتى بالنسبه لعليا ما شاء الله تعلمت تعوم في الغرق. يعني العطله كتخلينا ناخذوا مهارات جداد وزيد عليها كنعرفوا ثقافه اخرى وكتخلينا اننا نكونوا طوليرون في العقل ديالنا, سيتادير ان كنتقبلوا شي حوايج اللي كنا منغلقين عليهم, كنفهموا ان كل واحد حر وكل واحد والثقافه ديالو وكل واحد والبلاد ديالو. وكنعلموا هادشي حتى لوليداتنا ان يحترموا بلاد اخرى كيف ما كانت تكون هذيك النمط العيش ديال ديك الناس, وحنا اللي جينا عندهم لا في المغرب ولا في اي دوله اخرى, يعني حنا اللي جينا عندهم خاصنا نحترموا الطريقه ديال العيش ديالهم والرؤيه ديالهم للحياه. اكيد هادشي كيعطينا بزاف ديال الثقافه في العقل ديالنا. احسن مدرسه هي السفر اكثر من القرايه ديال الكتب, لانك كتكون سوغ لو تيغان يعني فوق المارشي فوق السوق فوق الارض, كتعرف براسك شنو وقع كتعيش التجربه وكتفهم. وبالنسبه للعقار في الصيف طنجه بيان سور غالي الا كنتو غتجيو تكريو, ملي كتكون عائله كتبقى القضيه مربحه, ملي كتكونوا بوحديتكم انا بيرسونيلمون كنفضل لي زوتيل, لان الثمن ديال الاوتيل هو الثمن باش تكري ابارتمون وسورتو الاوتيلات الكبار والزوينين نفس الثمن تقريبا وزالونتور ديال 2000 درهم 3000 درهم. اما الا كانت اسره كبيره اكيد اكيد كتبقى الدار ارخص, لان الدار تقدر تلقى 120 اورو النهار 150 200 على حسب الموقع ديال الدار وعلى حسب المساحه ديال الدار, من 100 متر الفوق بيان سور كتكون غالية. ولكن بالنسبه للاسره كبيره كتبقى احسن شيء هي الدار احسن من الاوتيل, حيت شحال خصك من بيت في الاوتيل والاوتيلات الكبار حنا كنعرفوا الثمن ديالهم في المغرب يعني 4000 درهم 5000 درهم من الليله الا كانوا 5 ايطوال. هادشي علاش كتبقى الدار سي لو بون بلون, وخصوص العدد ديال الاسره اللي كاين
وغالبا غالبا الناس اللي كيجيو صيفوا خارج طنجة، يعني ماشي حتى خارج المغرب، خارج طنجة من مدن وحدين اخرين ديال المغرب، كيكونوا هما أسرة كبيرة. وهنا وصلنا عند فيسيو ديال طنجة، عندهم الماكلة غزالة اللي في مرجان، كاينين وحدين في كابوتشينو وكاينين حتى في المرجان. دونك كلينا عندهم الدجاج نقي كيشعل، ماكلة مخيرة كانت عندهم بالنسبة لهاد لي فاست فود اللي كاينين كاملين، والأثمنة ديالهم معقولة، الأثمنة ديالهم مناسبة. حنا كاملين جو بونس جاتنا شي 350 درهم وقيلة، حنا كاملين. هنا شريت الورد لبناتي، كل عشية كنشري الورد لبناتي، بالخصوص كتعاونوا داك الشباب مساكن اللي كيبيعوا، اللي كيكونوا مربيين ماشي باسلين بيان سور، والنيتات حتى هما كيكونوا كيبيعوا، وفي نفس الوقت كيفرحوا به بنتاتي. انا واحد اللي فخدينا بحال مع انا كوكا، وهي كوكا وانا هواي، سيري خدات تاكوس مع جي دورانج، ولينا خدات برجر مع موخيتو، وصحتنا بالصحه. شوفوا هنايا بلاصه في وسط التكنزي، كتسكن ماشي بعيده على هنا، وتبارك الله كومبلكس كيحمق في المرجان. قالت لكم هنايا وصل 150 مليون لي زابارتمون. بالنسبه لطنجه راه مزيونه، حيت هذا المرجان ماشي بعيده، راه كتسمق قرب. شفتوا الكومبلكس شحال فين السيكوريتي ما خلانيش ندخل، وعاد عندها هي الكراج، كتهود الكراج هنايا مانيفيك. شوفوا البنات تبارك الله كيتساراو بالليل. هذا الكومبلكس هذا جا حدا المرجان، الكومبلكس مجدود فيه الدور كبار، من ابارتمون كبار هنا صغار وكبار، ماشي ساكن داكشي. لا ماشي، لا ماشي على الاقتصاد زعما، ماشي صغار، لوتيسمون هادو. لوتيسمون هانتوما شفتوهم كيحمقوا بحال نتوما شي اسبانيا ولا، مانيفيك مزيان. منين كسيري والله الا حمقتني السكينه هنايا، ميم سيرين بعيد على الصداع الضجيج وكلشي، وفي نفس الوقت قريبه حيتاش مرجان دابا سي مدينه، مانيفيك. انا تمنيت كنت ساكنه هنايا، وهاد البلاين كريع البلاين صداع بزاف، هو احسن موقع الصداع. فيسيو ديال المرجان، كاين واحد حدا كابوتشينو في الطونط، وكاين هذاك ما عرفتوش شنو الماكله، مي اون توكا هادو كانوا مخيرين، ماكلتهم فنة، وحتى بلاصه ساهله، ما كاينش صداع، كاين باركينغ اون ميم طون، كاين زيكا تسكن غير تما باش وصلناها، دوزنا وقيتة زوينة مع كنزيكا. جاتكم كنزيا سيري؟ انا تخو مينيون، تخو جونتي، تخو مينيون، قالت لكم زوينة بزاف تبارك الله. هي اصلا زوينة و زعما معاها الخروج، عندها كاركتيرا، ولكن قاصح ماشي كذاب، هادشي اللي كنفضل انا، ديك قوة الظرافات بزاف عاود نتوما عارف، قاصح ماشي كذاب. مشينا لتما، بدينا حنا بعدا تما في كابوتشينو، وسالت البنيات شويه في ديك الجهه هذيك، خرجنا شديتو من المدينه اليوم وصافي. هذه دابا 3 ديال الليل، 3 ديال الليل عاد داخلين الدار عطله، سي مانيفيك، قضية غزالة. نايس لينا الكاسك، الينا باركو الموخيتو ما كانش مزيون، موخيتو ديالو موخيتو 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 ما كانش مزيون. ماكلة كانت رائعة، أكثر من رائعة. موخيتو كيطلعوا داك الزبل ديال الوراق، كيطلعوا بزاف في لاباي، مي نورمالمون سافا كوم سا فيغ لي باي لي فوي بلو كروند، باش ما يطلعوش تما خرجو تطلعو بزاف. لينا خلات نص ديك الكاس ديالها. Tu sais que les blancs ils mangent la les menthes, la menthe dans le mojito. Je connais. Tous les gens qui boivent le mojito, ils mangent la menthe. Qui a voulu nana lui fait. Ils la mangent comme ça. Oui nana. Tu vois que nana il mange quand on fait une accueil. Tu sais quand on a quand j'ai été. Dans l'Arabie. Ok. Limchit ne. Comment ça s'appelle encore? Italia. Non, pour mon anniversaire. Ton anniversaire, ah dès que ma tante l'aime le kebab. Ouais, j'ai oublié. Moi. Tout ce qui est le mojito, tout ce qui est nous qui a le. الوراق صحابها كاملين في عيد ميلاد ديالها سيرين، صحابها عملوا العشاء في هذيك البلاصه، بيان سو حنا اللي خلصنا، ولكن صاحبتها اللي اورغانيزات معايا سميه، وقالت لكم سيرين كاع صحابها ملي شربوا الموخيتو ديالو كياكلوا داك ديجا داك النعناع اللي كيشرب موخيتو، تو مون بوت موخيتو، وكان موخيتو سونز الكول بعدا. باوي اوكي، مخان صغار وصغارين، والوراق كانوا كياكلهم الوراق ديال النعناع. صافي الدنيا غزالة، ولكن الجاجة هادي عندي مدببة، هادي الطوموبيل أخرى ماشي الطوموبيل ديالي، هزا الطوموبيل الأخرى مكتصورش ديالك زعما، ماشي ديالي 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 ما شاء الله، ولكن ماشي ديالي ديالي هنا، ديال هنايا. والله شنو هادشي، واش زو كراكي تو فوا يفون سي جوسكا لا ميزون، شو شي فيه مي سي با فاسون فرونسي شوك بار شوك بار.
هنا الغزاله ديالي نتوما شفتوا شنو وقع في الفيديو وتعمدت نخليه لكم لان كنتحطوا في هذه المواقف في المغرب. نتوما عارفين كاينه بزاف ديال لادغا، كاينه بزاف ديال هذا كيف ما كان لو ستيل فيستيمونتير ديالك عادي، غير هو الحمد لله ما كاين حتى شي واحد يقرب لك ولا يديرونجيك ولا يأذيك انت وكيفاش غتكومبورتي. حنا كنلبسوا كنتعرى وكنماكي وكنعملوا الموسيقى كنشطوا ولكن كتبقى الاخلاق ديالنا هي اللي كتحكم. يعني في المغرب انت وكيفاش غادي تكومبورتي، الا شافوك محلو ولا اكيد وعجبك الحال وكتضحكي معاهم اكيد غيديرونجيوك، الا شافوك داخله سوق راسكم تو ني با انتريسي صافي كيجمعوا راسهم. وهادشي اللي كنحاول نعلم حتى لبنتي ما تخلعش ما تشوكاش حتى الا تبع شي واحد عادي، راه سي لو ماروك سي لافريك سي كومسا، غير هي تبقى دائما محافظه على الهدوء ديالها والادب ديالها والاخلاق ديالها، ما كاينش داك الضحك الباسل في الزنقه. حيت للاسف في المجتمع ديالنا كنركزوا بزاف على السبنيه والجلابه ولا السبنيه والعبايه وكنساو الاخلاق. فملي كنمشيو شي بلايص دي كومبلكس كاين في وليدات صغار لا علاقه، كنبقى نشوف شي فريمون ما مركزينش نهائيا على الاساس اللي هو الاخلاق والادب والمعامله، ما مركزين لي غير على مستر راه ما نفعك بوالو انك تكون لابسه بنتك السبنيه ولا ولدك لابس الشرط والقندوره وهو ما مربيش وهو كيقلد عليك الترابي وهو كيعلي صوته وهو كيدير البلاصه ديال الناس وزيد 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 والى اخره. للاسف كنتمنى نفطنوا لهذا الشيء ونتوعوا بهذا الشيء، والحمد لله المغرب عام على عام اقسم بالله عام على عام كيتحسن، عام على عام كتكون عندك الراحه ديالك باش ما خلينا من الشوفان كل شيء كيشوف ولكن باش ما كيدارونجيك ما كي لان القانون ولا صارم في هذا الشيء هذا، وهذا الشيء اللي كنحماقوا عليه واللي بغيناه يكون باش نكونوا مأمنين على وليداتنا ومرتاحين من جهتهم وحتى هما يحبوا بلادهم.